بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين إن شاء الله نتكلم على عملنا المنيو أوبشن منيو بتاعتنا، عايزين نعرضها. إحنا لو جينا رنينا دلوقتي الأبلكيشن بتاعنا المنيو مش ظاهر أصلاً. عايزين نحط المنيو دي على الإيه الإنترفيس بتاعتنا. ننفلاتها نحطها تمام؟ فهروح على المين منيو وهروح على جوه الكلاس بتاعي، خلاص جوه الكلاس، أتأكدت إن أنا جوه الكلاس قبل الكورس الأخير عشان أسيب كل اللي إحنا كنا عاملينه قبل كده. ومن كود واقول له اوفررايد ميثودز عشان انا عايز ميثود معينه، ممكن اكتب كده على الكيبورد على طول كده من غير تكست بوكس، قلت اون كرييت ايه اوبشن منيو، اون كرييت اوبشن منيو، بدا يدور لي عليها، قال لي كرييت اوبشنز منيو، قلت له تمام، قال لي دي اوفررايد يعني تعيد صياغتها انت وتكتب اللي انت عايزه، اون كرييت اوبشن منيو وبترجع بوليان وريتيرن السوبر دوت كرييت اوبشن منيو، قلت له بس انا عايز ايه السوبر طبعا اللي انا وارث منه يعني بناديله وببعت اللي ايه لما يحصل منه ابعت له جوني زاد نفسها. قلت له بس انا عايز اكتب شويه كود مهمين اللي هي اهم حاجه عند الانفلاتر اللي هو هيبدا يرص لي او يرسم لي المنيو على الشاشه. فاقول له عرفت فان سميته انفلاتر وقلت له منيو انفلاتر بس وخلاص كده. عرفته من النوع اللي اسمه منيو انفلاتر وده المسؤول عن ان هو يحط المنيو على الانترفيس. فقلت له بقى الانفلاتر اللي انا عملته ده دوت انفلات حط يلا. فكده المفترض يحطها على الشاشه، بس هو عشان يحط بيقول لي اديني الاي دي بتاع المنيو اللي انت عايزها، لان ممكن يكون عندي اكتر من منيو وانا عايز اعرض منيو معين. فبقول له خلاص من ار دوت منيو دوت مين منيو، دي المنيو اللي انا عايز اصعدها. تمام؟ كوما واديته المنيو اللي هي جايه اصلا من البارامتر اللي موجود عندي، فهو عرف ان المنيو بتاعتك هتبقى عباره عن ايه وجوزتها مع الايه المين منيو اللي عملتها، لو عندي منيو مختلفه كنت حاططها. لو جيت عملت ران بعد كده هلاقي ايه اللي حصل؟ هلاقي ان ادي المنيو ظهر، ادي الزرار اهو بتاعنا اللي هو بتاع الكابي، لما بقف عليه بيطلع لي التكست. الكات طبعا في الموبايل مش هيقدر تقف عليه دوس دوسه كده طويله هيطلع لك اسمه يعني دوس وتعلق ايدك شويه. وادي الايه البيست والنيو والاوبن، وبكده المنيو بتاعتنا اترسمت واتحطت على الايه على الانترفيس بتاعنا.